قرية صغيرة قريبة من مدينة المسارح كان يعيش حمار لم يعد يستطيع أن يفلح لأن جسده صار ضعيفا. ماذا أصابك أيها الحمار الكسول؟ لقد أمسيت عجوزا أيها الحمار. يبدو أنك أمسيت بلا فائدة. ذهبت السنوات بقوتي. عندما كنت صغيرا كنت شعلة من النشاط والحيوية وكان صاحبي يحبني مثل أولاده. ماذا ستفعل بهذا الحمار الهرم؟ لا أدري، لكنه لم يعد نافعا لنا. إذن عليك أن تخفف من طعامه ثم تشتري بثمن هذا الطعام حمارا جديدا. أظن أن رأي زوجتي هو الصواب بعينه في أمر هذا الحمار المسكين. ها؟ من فتح باب الإسطبل هكذا؟ علم الحمار أنه لن يستطيع أن يبقى حيا ما لم يطعمه الفلاح ولذلك هرب. أين سأذهب في هذا الليل؟ إلى مدينة المسارح. من أين أتت هذه الفرقة الجيدة؟ أتت من مدينة المسارح القريبة من هنا. قد يكون في إمكاني أن أعزف أو أرقص أو أغني، إذن سأذهب إلى هناك حالا. قرر الحمار أن يذهب إلى مدينة المسارح ليصير مغنيا. ما هذا؟ كلب؟ هاي، مرحبا أيها الكلب، ماذا تفعل هنا يا عزيزي؟ لا شيء أبدا، لا أريد أن أفعل أي شيء. ولماذا؟ لقد صار عمري كبيرا، لا أستطيع الركض ولا أستطيع الصيد ولا أستطيع مطاردة اللصوص. لقد أمسيت بلا فائدة. اسمع أيها الكلب، لولا خدمتك لي سنين طويلة لكنت أطلقت عليك النار. هيا اذهب من هنا، هيا تحرك. لو أنني بقيت لحظة واحدة أمامه لكان أطلق علي النار وما تردد في ذلك. حالتك تشبه حالتي أيها الكلب. وكنت أظن أنك قادم لتساعدني أيها الحمار الطيب، فإذا بوضعك مثل وضعي إذا لم يكن أسوأ. لدي حل لحالتنا. اذهب معي إلى مدينة المسارح لنشكل فرقة موسيقية. وكيف؟ أنا أعزف بالعود وأغني وأنت تكون ضابطا للإيقاع، وعندها سيلمع اسم فرقتنا عاليا في مدينة المسارح، فرقة جوقة الحيوانات. جوقة الحيوانات؟ أتذهب معي ضابط الإيقاع؟ بالتأكيد، هيا بنا يا صاحب الحنجرة الذهبية. إذن إلى مدينة المسارح.
ومشى الحمار مع الكلب متجهين إلى مدينة المسارح والموسيقى. ترى ماذا سيحدث معهما في الطريق؟ ماذا هنا؟ أظن أن هناك فردا جديدا سينضم إلى جوقتنا. كيف حالك أيها القطة؟ أنت بخير؟ ولماذا تجلس هكذا وحيدا؟ حالي لا تسر صاحبا ولا عدوا، وصحتي رديئة، والأمور من سيء إلى أسوأ. عندما كنت في صحتي كنت صيادا ماهرا، لا تمر فأرة من أمامي وتبقى سالمة، حتى مرضت وخف نظري وصار من حقي أن أستريح فطردوني من المنزل. أيها القط المريض، مرت الفأرة من أمامك ولم ترها. أنا لا أريد فأرة كبيرة اسمها قط. التصرفات لأنني مرضت قليلا، ترى ماذا كانت ستفعل لو أنني هرمت؟ ما رأيك يا ضابط الإيقاع؟ حاله كحالنا أيها المغني. سأذهب الآن إلى الفئران وأعتذر منهم. اذهب معنا بدلا من ذهابك إلى الفئران. سنذهب إلى مدينة المسارح. مدينة المسارح؟ وما الذي يمكننا أن نفعله هناك؟ برأيك ماذا سيعمل في فرقتنا؟ اقترح أنت ذلك. سيكون شاعراً يؤلف كلمات الأغاني، وسيكون مشهوراً وتقصده جميع فرق الأغاني. شاعر غنائي؟ سأكون بارعاً، فأبي كان كاتباً. سأذهب وأمرح في أجمل مسرح، ما رأيكما؟ هيا بنا. مشى الثلاثة معاً إلى مدينة المسارح، الشاعر والمغني والعازف. عذراً أيها الديك، ولكن هل لا أخبرتنا من فضلك لماذا أنت غضبان؟ لأن لدي قصة حزينة أيها الحمار المحترم، سأقصها عليكم للعبرة فقط. هذا الديك يقول الشعر. مياو. رقبتي الطويلة مهددة بالقطع في أي لحظة يا أصدقائي الأعزاء، وريشي الجميل مهدد بالنتف في أي لحظة يا أصدقائي الأعزاء. سأطبخ مع الملوخية أو فوق صينية بطاطا، وأظن أنني سأسلق لأزين صحن الأرز بالمكسرات. هذا ما ينتظرني يا أصدقاء، وبعد كل هذا تريدون مني ألا أكون غضبان؟ ما رأيك أن تسافر معنا إلى مدينة المسارح؟ نحن جوقة تضم المطرب والعازف والشاعر، ونحتاج إلى ملحن. ملحن؟ أوافق أن أكون ملحنا. أنا أعرف الكثير من المقامات الموسيقية، العجم أولا، ثم الصبا والنهاوند والبيات والسيجا والحجاز والرصد وغيرها الكثير. دوريمي دوريمي. لنذهب الآن يا أصدقاء. اكتملت الجوقة الآن، هيا بنا. وانطلقت جوقة الحيوانات إلى مدينة المسارح، وهم في منتهى السعادة والتفاؤل بالمستقبل. نذهب إلى مدينة المسارح والموسيقى لنؤلف جوقة موسيقية هناك. فكرة عظيمة ورائعة، كيف لم تخطر في بالي؟ إنها فكرة لا تخطر إلا في بالي حمار، أليس كذلك يا عزيزي؟ لقد كان الحق معي حينما كنت لا أدخل الغابة ولا أمشي فيها، وخذتني شوكة. أنا قط منزلي ولست قطا مشردا. وهل تظن أننا أتينا من الشارع؟ أتركه، سيأتي بعد قليل. لنساعده على إخراج الشوكة. إذا ظل الأمر على هذه الحال فلن يمكنهم الوصول إلى مدينة المسارح. وهبط الظلام وهم في داخل الغابة. أنا جوعان جوع الكلاب، معدتي تعوي يا جماعة. لا تذكرني بالطعام. أما أنا فأتمنى أن أرى قطيع فئران يناديني تعال وكلني. هذا جيد جدا، لا يستطيع الثعلب أن يصل إلى هذا الغصن مهما حاول. سأنام فوق هذا الغصن.
كم اشتقت إلى النوم فوق التبن في الإسطبل. ما الذي يحدث؟ آسف أنا خائف، لقد أزعجني ذلك الديك بصياحه. اسمعوا، رأيت ضوءا في هذه الجهة من الغابة، وهذا يعني أنه هناك منزل. أنتم أذكياء مثلي يا أصدقاء. وقررت الجوقة أن تذهب إلى البيت الذي رآه الديك. حصلنا اليوم على أشياء كثيرة. نعم يا عزيزي، وفي إمكاننا أن نشتري الآن كل ما نحب. جيدا أننا اتخذنا هذا البيت مأوى لنا، فهو بعيدا عن أعين الناس. منعش جدا، ليس هناك ما هو أفضل من الماء البارد. نعم. لا أحد يشاركني الضحك. أمرك سيدي، تفضل إلى طعامك. هذا أفضل. أترون منظر الطعام كم هو شهي؟ إذا دخلت فلن أبقي أي شيء من هذا الطعام. وأنا أيضا أشم رائحة طعام شهي، أريد أن أكل ولو القليل لأسكت معدتي. يبدو أن الجوع والتعب قد نال منا جميعا يا أصدقاء. أنا جائع. لنفكر في طريقة نطرد فيها هؤلاء اللصوص. وكيف ذلك أيها الحمار؟ اسمعوا الخطة. يقف الديك في هذه الجهة. إنها خطة ممتازة. سنجمع كثيرا من النقود في وقت قصير جدا. صحيح يا زعيم. لماذا تقف عندك هكذا؟ لا شيء سيدي. والآن سننفذ الخطة. أنا مستعد. وأنا. أثقلنا عليك يا حمار. لا تقلق، تعودت على حمل الأشياء الثقيلة. هيا أيها الديك، سأكون جاهزا لتنفيذ الخطة المحكمة معكم. ما رأيكم أن نشوي ثورا لنأكله في عشاء الغد؟ بل حوتا، بل ديناصورا. الآن يا حمار. ما هذه الأصوات؟ قد يكون لصا يريد سرقتنا. لماذا تخرف؟ هل يجرؤ لص أن يقترب من وكل اللصوص؟ أطفئوا الشموع لنرى. انظر إلى هذا الشبح يا زعيم. سأفعل لكم. نجحت خطتي يا سادة. صار عندي بيت أنام فيه دون أن يأكلني أحد. لقد فعلنا هذا ببراعة. ولكن متى سنأكل يا سادة؟ كان ذلك ممتعا. النوم في البيت أفضل من النوم في العراء. من قال إن الجوع مثل الشبع؟ أو
أول ليلة أنام فيها بلا خوف. رجال، هربتم كالأرانب المذعورة أيها الجبناء. لحق بكم كي أشجعكم وأزيل خوفكم وأبعث بواحد منكم يتفقد البيت. من سيذهب منكم يا رجال؟ أنت ستذهب. تشجع، لما أنا خائف. لا تخف. لا أرى أي شيء. أين ذهبوا؟ ترى ما هذا الصوت؟ مؤلم جدا، كأنني أرى شيئا يضيء في الظلام. أرى شيئا أبدا. يا وجهي. ما كان يقصني إلا زعيمهم. أظن أن قلبه قد توقف عن الخفقان. لقد كان جبانا جدا. ليس جبانا، نحن المرعبون جدا أيها الأصدقاء. صحيح، يمكننا أن نهزم اللصوص عندما نكون يدا واحدة، جوقة الحيوانات. سيدي، لقد سكن الأشباح البيت، لا تفكر فيه بعد اليوم. واجهتني عند الباب عجوز ماكرة شريرة، حاولت أن تقطع وجهي بأظفارها الطويلة. وخلف الباب كان يقف رجل مخيف وبيده منجل ضخم، حاول أن يقطع رجلي بمنجله. أما في حديقة البيت فكان هناك وحش شرس مرعب، ضربني بعصاه الضخمة على رأسي وكاد يهشمه تماما. وفي الأعلى على سطح البيت جلس زعيم الأشباح وهو يصيح بهم: أحضروا هذا اللص أمامي، هيا أحضروه. الداخل إلى البيت مفقود والخارج منه مولود. لقد كنت محظوظا عندما نجوت بجلدي. إذن لنفتش عن بيت آخر يا رجال. ظن اللصوص أن الحيوانات أشباح قد سكنت بيتهم. ترك اللصوص الغابة بلا رجعة، وحتى السرقة تركوها لأنهم صاروا يخافون السير في الليل. أما جوقة الحيوانات فقد قررت السكن بالبيت الذي أعجبهم جدا، وتركوا السفر إلى مدينة المسارح والموسيقى لأنهم في هذا البيت يستطيعون أن يعيشوا معا عيشة الأصدقاء الحقيقيين، يرقصون ويغنون. ولكن ترى، ما الأحلام التي يرونها الآن؟